موجز لأهم الأنباء من قناة طناس، وحياكم الله. طلب مفتي الديار الليبية الشيخ الدكتور الصادق الغرياني كل العقلاء في مدينة الزاوية إلى أن يتحركوا للمصالحة الشرعية بأسرع وقت ممكن. مفتي الديار عبر مداخلة في قناة التناصح قال إن ما يحدث في الزاوية هي محاولة من مجرم الحرب حفتر للتوجه بمكره إلى المنطقة الغربية، ومضيفا أن ما يحدث من قتلنا سيدرج تحت اسم مكافحة الإرهاب، والهدف الحقيقي منها هو تدمير الزاوية وإعادة لسيناريو بني غازي ودرنة. أفاد مصدر محلي في زاوية الأحد بتجدد الاشتباكات بين المسلحين في شارع جمال عبد الناصر ومنطقة عمارات الاستثمار وسط المدينة. المصدر أوضح أن بعض من المنازل والمحلات التجارية والمرافق العامة وسط الزاوية تعرضت للحرق وتدمير بسبب إصابتها بالقذائف العشوائية. هذا وأكدت مصادر طبية من المدينة مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الاشتباكات التي تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة. أفاد مصدر إعلامي أن سلاح الجو الليبي نفذ في الأسبوعين الماضيين 25 طلعة جوية في سماء مدينة سرت. المصدر قال أن هذه الطلعات انقسمت إلى طلعات استطلاعية لتأمين ظهر قوات الثوار وطلعات قتالية لاستهداف تمركزات تنظيم الدولة. يشار إلى أن قوات الثوار تحاصر ما تبقى من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في حي الجيزة البحرية. جددت طائرات أجنبية موالية لمجرم الحرب حفتر استهدافها لمنازل العالقين في منطقة جنفودة، وذلك حسب مصدر في المنطقة. المصدر أضاف أن طائراتنا بدون طيار تحلق فوق سماء المنطقة، فيما ذكر مركز السرايا الدراع الإعلامي لمجلس الشورى توري بني غازي أن طيران الأجنبية نفذ سبت 8 غارات جوية على منازل العالقين في جنفودة. وفي خبر أخير، استنكرت رابطة أهل بني غازي المهاجرين الصمت وتخاذل الرئاسي المقترح والأجسام المنبثقة عن سخرات إزاء الجرائم التي يرتكبها مجرم الحرب حفتر. الرابطة وفي بين لها حملت ما أسمته الانقلاب العسكري بقيادة مجرم الحرب حفتر وما يحصل للمدنيين في بني غازي من قتل وتهجير وتدمير. هذا ودعت الرابطة المنظمة الحقوقية إلى رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد الانقلابيين بقيادة حفتر، ومستغربة صمت الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني في بني غازي إزاء هذه الجرائم، ومطالبة المدن الليبية برص الصفوف وتوحيد الكلمة والتضامن مع بني غازي وثوارها. ختام الموجز، إلى اللقاء.